هتقولي هتاخدي العربية هتاخدي العربية الطريق الصحراوي هتقف هتقف عند الكيلو 5200 عند الكيلو 5200 عارفه؟ اه عارفه يا عم انا هقولك عارفه ما تتعبنيش بقى ما تتعبنيش عشان تطفش من وشك بص تاني الاول هتاخد العربية هتاخد العربية تقف تقف عند الكيلو بس استنى يا عم بص بنت الخال مش عارف تتكلم بص تاخد العربية تاخد العربية تاخد العربية انت لا تاخدها ايوه هاخد العربية انا هاخدها انت بص قولي تاخد العربية اه قول ورايا تاخد العربية تاخد العربية طريق الصحراوي الصحراوي تقف تقف عند الكيلو جيلو 15 5200 بقى يا جدع يا جدع ما تتعبنيش 5200 ها عارفه؟ اه عارفه يا عمال هقولك قول عليه الكيلو 15 يا عم قلت ايدك بص اسمه كيلو 5200 كيلو 5200 اه هتقولي عارفه؟ اه يا عم انا هقول انت هتقولي عارفه؟ اه هقول لك اه عارف هقول لك عارفه ده انا حافظه صم اه تروح نازل بديك على وشه ماشي؟ الكيلو 15 يا عم بوس ايدك بقى ما تحاولش والله مش لا بص ما تحاولش ما هي اقرب من كده استني بس استني والله انا بص بص معايا هتاخد العربية ركز معايا تاخد العربية انا اقولك انت هتاخد العربية اه ايوه انت رايح لسه هتصلحه بص تاخد العربية تقف تقف يا استنى تاخد العربية الطريق الصحراوي اه قول ورايا تاخد العربية تاخد العربية الطريق الصحراوي تقف تقف عند الكيلو 5200 بس عند الكيلو 5200 5200 بس 5200 عارفه عارفه ها اه انا هروح كمان قايلك بقى قول كده تاني بقى لوحدك يا عم بص ايدك قول يا اسم افضلك بتنسى والله قول 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 بس عايز انت من البيت تاخد العربية طريق الصحراوي تقف عند الكيلو 5200 عارفه بس ده اللي عايز تقول قول كده تاني عند الكيلو 15 يا عم لا خليك بقى خلاص قول بس خلاص يا عم قول ما تتعبنيش هقوله هقوله بص بص عند كيلو 15 5200 استني بس استني بس 5200 حاول ايه؟ كيلو 15 يا عم 5200 ماشي 15 ماشي ماشي الله 15 كيلو 15 ماشي قولي ده من الاول تاني هتاخد العربية هتاخد العربية كمل وتنزل كيلو 15 يا نهار السبب تاخد العربية اه طريق الصحراوي هتاخد العربية تقف على السير ولا تمشي الأول في الطريق؟ اه هتمشي في الطريق الأول كيلو 15 ماشي